اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيا لليوم. صارت معنا اكيد زميلتنا رند الديسي، الله يصبحك بالخير يا رند. صباح الورد، كيف امورك؟ الحمد لله. وقبل ان نبدا بالاعشاب اللي بتخفض نسبه السكر بالدم، هل انت من الاشخاص الذين يعتزلون ما يؤذيهم ولا احيانا ما بتقدر تعتزلي ما يؤذيكي؟ والله انا بعطي فرص الصراحه لكل شيء بيضايقني. بعطي فرص 2-3-4، بحس انه لا حياه لمن تنادي. بصراحه بمشي وما بطلع لورا. يا عيني 100%. يعني هديه بهذا الامر صراحه. يعني خلص، لانه مرات عن جد بياثر على النفسيه وبياثر على الصحه وبياثر على كل شيء. صح. فلا، اي شيء يعني كثير مهم حكيتي انك بتعطي فرص طبعاً. عشان لما تقرري تبعدي تكوني يعني الشخص استنفذ. طيب هل جميع الفرص الاعتزال ما يؤذينا؟ قال خلينا ننزل التغيير. هل اعتزال ما يؤذينا شرط تجاه اشخاص؟ معظم الاوقات عادات تجاه طبعاً اماكن. طبعا طبعا طبعا. العادات كمان، العادات أوكي. السيئه. بس هو معظم الاوقات ايش الاشياء اللي بتضايق الناس او البشر؟ الناس. يعني الناس بتضايق الناس. معك حق. بتعرفي في عادات الشخص مرات بيعملها عن جد بتنك، يعني بتنك. انا من الاشخاص مثلا اللي كان عندي بصدق عاده انه تليفون ما بينزل كان من ايدي عن جد. والله انا بعترف، يعني المساء خصوصا هيك خلال ساعات المساء ما بدي احكي مع حدا، ما بدي اعمل شيء، بس بدي اقعد على تليفوني. بصدق كنت اقضي مرات ساعتين، مرات ثلاثة. صحيح. مرات التليفون بيطلع لك قديش انت بتستخدمه خلال الاسبوع. والله انصدمت انه معقول انا هيك بعمل. وكانت عن جد احد العادات السيئه اللي تنكد علي ثاني يوم، لاني افيق تعبانه واحس اني قصرت بشيء ما خلصته او ما حضرته او ما كملت درس او اتسترا. وجد اتنكد. فجراجولي بتخفف الستر اللي قالتها هي بتاخذها بس مجره او الى سنه ثالثه تغذيه بتاخذ الخ يعني بس بالعربي اللي هي اي تي سي. انا حكيت الستر هرم الستر هاي. طيب اساس الستر. طيب ستنا، وعشان والزعل والغضب وهذا بيبقى في ناس بيصيبهم سكر من راس السلافه، فبدنا الاعشاب اللي ايش بتنزل. لليوم لليوم الصبح كنا بدنيا يا دنيا عم نحكي عن التاثير السلبي للضغوطات النفسيه على الصحه وبالاخص على جهازنا المناعي. فلا اليوم هيك بدنا نحاول. والله طبعا طيب. فبدنا نحاول نخفف كل الضغوطات، واليوم بدنا نحاول كمان نخفف نسبة السكر بالدم بمشروبات غذائية. يلا شو الأعشاب ستي؟ أعشاب تخفض نسبة السكر في الدم، احكي لنا عنها. شو الأعشاب وشو بتعمل وكيف نستخدمها؟ تمام. أهم شيء دائما للأشخاص اللي عندهم أولا مشاكل بتنظيم نسب السكر بالدم، إن كان سكري من النوع الأول أو سكري من النوع الثاني، بالإضافة للأشخاص اللي معهم مقاومة أنسولين، يعني البنكرياس عم بينتج نسب أنسولين ولكن الخلايا ما عم تستجيب لهذا الأنسولين، إنه نحن ناخذ أغذية بتساعد على تقليل مستوى السكر بالدم. تمام. رح أبلش أحكي الفرق السريع ما بين السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، وهذا الأشخاص عادة في عندها لبس بالمعلومات بهاي الفيلد. إذا بدي أجي أحكي عن شخص بيعاني من مقاومة الأنسولين، فهو مش شخص مريض بالسكري من النوع الثاني، ولكن هو معرض للإصابة بالسكري من النوع الثاني إذا استمر مقاومة الأنسولين لفترات طويلة. شو معنى مقاومة الأنسولين؟ يعني البنكرياس عندي عم بينتج أنسولين. تمام. ولكن الخلايا عندي غير حساسة لهذا الأنسولين، أوكي، ما عم تستجيب لهذا الأنسولين، ما عم تمتص هذا الأنسولين. وعادة الفانكشن تبعت الأنسولين أو مهمة الأنسولين بالجسم هو إنه يعطي الخلايا الجلوكوز السكر من الدم، فهو بيعطي الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، والخلايا بتستخدم هذا السكر كمصدر للطاقة. تمام. الأشخاص اللي عندهم مقاومة أنسولين للأسف الأنسولين بضل بالدم عالي، ما بتصير عندهم العملية أبدا، بضل الأنسولين بالدم عالي وبضل السكر بالدم عالي وبضل الخلايا متعطشة للسكر وبضلها تطلب من الدماغ إنه تناول الطعام، أنا جعانة ما عندي غذاء، فبصير الشخص بيتناول كميات أكبر من الأكل وبضل الدماغ يعطي أوردر للبنكرياس إنه اعمل أنسولين، فبضل الأنسولين بيرتفع، السكر بيرتفع، الخلايا متعطشة للأكل، فالشخص بصير بيأكل أكثر وبيؤدي إلى زيادة بالوزن. إمتى بيتحول مقاومة الأنسولين إلى السكري من النوع الثاني؟ لما الشخص ما يعالج المشكلة، فأنا عندي مشكلة ولكن بضلني أقول أوكي بقدر أتعايش مع هذا الموضوع. ما بنقدر نتعايش مع هذا الموضوع. زيادة الضغط من قبل السيجنلز على البنكرياس إنه ينتج أنسولين بتؤدي إلى موت خلايا البنكرياس. للأسف تتدمر الخلايا قد ما بتضلها تنتج بس مش عم بتلحق بالضبط على الفاضي وما عم بتلحق. ما بتلحق. أوكي، فهون بصير في عندي مشاكل بالبتا سيلز أو لانجرثان نحن بنسميها، أو الخلايا الموجودة عندي بالبنكرياس اللي بتفرز الأنسولين،
تتدمر هاي الخلايا للأسف بيؤدي إلى السكري من النوع الثاني. فاليوم بفقرتنا إحنا رح نحكي عن هاي المشروبات اللي بتساعد على تخفيض مستوى السكر بالدم، مش بس مفيدة لمرضى السكري، كمان للبري دايابيتك المعرضين للإصابة بالسكر، وبالأخص الأشخاص اللي بيعانوا من مقاومة الإنسولين اللي بصدق لازم يتعاملوا مع الموضوع كأنه موضوع هام نتخلص منه قبل ما توصل المرحلة للسكري من النوع الثاني ويصير الدواء جزء من حياتنا الروتيني، أو حتى في بعض الحالات بنلجأ للأوبر. طيب زي إيش الأعشاب هاي ستنا؟ أوكي، أول شغلة بنركز عليها هي دائماً القرفة. القرفة بتساعد بشكل كتير كبير على تنزيل مستويات السكر بالدم. العديد من الدراسات بتثبت إنه الأشخاص اللي بياخدوا القرفة مقارنة مع الأشخاص اللي بياخدوا بلاسيبو اللي هي عبارة عن حبوب فارغة بس بيحكوا لهم إنه هاي فيها علاج للسكر، كان في فرق كتير كبير ما بين اللي تعالجوا بحبوب القرفة أو الطبيعية مقارنة مع الأشخاص اللي ما أخذوا ولا شيء. فهي أول عامل رئيسي، يفضل أخذه مرتين إلى ثلاثة مرات إذا كان من شكل الطبيعي، أو اللجوء إلى المكملات الغذائية إذا رفضنا شكل الطبيعي تحت استشارة طبعاً طبيب الغدد الصماء اللي بيعطيني الجرعة اللي أنا بحتاجها يومياً. ثانياً الحلبة تعتبر رائعة جداً لتخفيض مستوى السكر بالدم. مشكلتها أنه في بعض الأشخاص بقول لك بتعمل ريحة بس بتنسلق مزبوط بتنغلي وكذا بتخف يعني. صحيح ما بتعمل أي مشكلة، وممكن خلطها أو دمجها مع القرفة. فبصير أصلاً طعمها أزكى وبنفس الوقت مستساغة أكتر. بذور الكتان فيها نسب عالية جدا من الألياف، إضافتها على كوب المي كوب من اللبن تعطيني نسب ألياف عالية. كل ما بيكون عندي ألياف أكثر كل ما بقل امتصاص نسب السكر بالدم. وأخيرا أصدقائي الزنجبيل والكركم أكيد بيساعدوا بشكل كتير كبير على تخفيض مستوى السكر بالدم. وهذولا كلهم اللي ذكرتيهم في إشي مثلا نقدر ناخذه بشكل يومي ولا هو مثلا كلهم نقدر ناخذهم بشكل يومي يعني اعتاد عليه؟ بس دائما أنا سمير بحكي شغلة، الاستشارة مهمة جدا، لأنه إذا أنا شخص باخذ مثلا أدوية بتقاوم تجلط الدم لازم. وباخذ زنجبيل في تعارض، الاستشارة ضرورية جدا صح. يعني بنعرف الحالة الصحية بأكملها وعلى أساسها بنقدر نحكي يومي مش يومي، الساعة اللي بقدر أستهلك فيها والطرق الغذائية الصحيحة 100% 100%. رند يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا يعني راند حبيبتي دمدم. الواحد يواجه نفسه قدر الإمكان، وفي في في ناس أنا بستغرب منهم اللي قال عارف حاله مريض وهذا بأذيه، قال وأنا والله ما هو هامني يزم شو صح يعني صح. صح. يعني ما بتعرفش انت باي لهجه ممكن تخاطبه، بس بتعرف شو سمير، هو المشكله مش بالشخص، هو المشكله انه هو مش لاقي حدا يساعده يتخلص من هاي المشكله، فبيفقد الامل وبصير يقول لك خلص انا كتير حاولت وللاسف مش قادر اني انا الاقي نتيجه، بس بدك حدا يحافظه يشجعه. نعم صحيح. طيب شكرا يا رند، يعطيك شكرا رند. شكرا لكم.